بخلاف اليوم الأول من البطولة العالمية للفوفينان في أدفوداو الذي عرف سيطرة فيتنامية بخمس ذهبيات وكان نصيب الجزائر منها ثلاث ذهبيات، عرف اليوم الثاني استفاقة جزائرية حيث تمكن المصارعون من إهداء الجزائر 500 ضارية من المعدن النفيس بالتساوي مع الفيتنام. كانت بطولة جميلة يعني، وهذا التتويج كنت وعدتك ما قبل باش تحصل على ميدالية ذهبية وأني وفيت بالوعد تاعي، وهذا طبعا توفيق من عند الله ومن عند الشيوخ تاعي وأنا اللي يوقفوا معنا بزاف. التتويج هذا أنا فرحان به بزاف، وحتى أنه تعطي لي المنصة في المرتبة الأولى وأنك تسمع النشيد الوطني شرف كبير. هذه الحصيلة التي ترفع أكثر من معنويات المصارعين الجزائريين الذين يحلون ثانيا خلف الفيتنام بمجموع 10 ذهبيات للفيتنام و8 للجزائر، وتشجعهم أكثر على حصد المزيد من الميداليات. نعم طبيعة الحال 5 ميداليات ذهبية هذا شيء جميل وشيء يخدمنا ويشرفنا، من الرياضيين بدلوا كل مجهودهم باش يتحصلوا على ميداليات ذهبية، كان عندهم طموح وكان عندهم هدف وصلوا له، وما زال غدوة اليوم الثالث إن شاء الله عدنا يعني عدنا بدري يدينا راح ينشطوا النهائيات، وإن شاء الله راح نزيدوا كما يقول لك نحسنوا الترتيب تاعنا ونديروا اللي علينا وماذا بينا نتحصل على المرتبة الأولى. ليبقى اليوم الأخير وحده كفيلا بالكشف عن هوية صاحب المرتبة الأولى في هذه البطولة العالمية، ولو أن للجزائر حظوظا كبيرة في التتويج بها.